وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لمهرجان احتفالك عندنا. عندك عيد ميلاد، عندك خطوبة بنتك، خطوبة ابنك، عندك أي احتفال عملنا لك من أول امبارح الميني ساندوتش، الميني كرواسان، الميني كنابيه، الميني بيتزا، وامبارح عملنا لك العجينة بتاعة الفيتاج وطلعنا منك أفكار سيليزون كتيرة جدا. النهاردة جينا عملنا لك كيكة اسفنجية بطعم الفانيليا وبطعم الشوكولا ودخلناها الفرن على درجة حرارة 180 وبعد ما بردت قطعناها بالمقاس ده عشان نعمل جامبو. عملنا ثلاث طبقات فانيليا وثلاث طبقات شوكولا وعملنا حشو بكريمه فانيليا وكريمه شوكولا وحشينا وبطسنا بكريمه زبده ودخلناها الثلاجه تتشمع واديناها وش ثاني وفردنا لها عجينه سكر بالسمك اللي انت شفتيه ولبسناها وطلعنا منها الهواء اللي انت شايفاه كده قدامك. طلعنا منها الهواء خالص والحرف كده ظبطناه وبدانا قدامك اهو عشان تظبطي الدنيا معاه والهواء بتاعك كله قدامك اهي والجامبو كيك بتاعتك اتجلست. الديكورات اللي احنا قطعناها بدأنا نركبها زي ما انت شايف كده قدامك اهو. قدامك اهو زي ما انت شايف الديكورات بتاعتي اللي احنا قطعناها وسبناها بدأت ايه؟ نعمل لك بقى ان هي في الجنينه في الجاردن في الاوبن عامله الخطوبه بتاعتك في الايه في الهواء الطلق، النجيله تحت اهي من عجينه السكر والايه الدكه بتاع الحبيبه والشجر وكل ده. في الاثناء دي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك أو من خلال أي رقم تليفون أرضي على 38-55-00-17 من جميع محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. تعال نركب كده، ركبتها إزاي يا حسن؟ سيبنا الحاجة تاخد إيه الرطوبة وتنشف. وأروح جاية واخدة ده أهو العمود ده كده ومثبتاه مقداية ده كده وأروح جاية مثبتاه وتعالى بص عليه كده يا جمالك. ونديله كمان ايه يا عم حسن؟ شجره، بعده كده نسيب شجره قدامك اهو، يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك اهو، وثبتيها كده، يا جمالك انت. كمان ايه يا عم حسن؟ في عندنا الاساس بقى. في الحفله حبيبه. ادي الحبيبه وادي بص لا تعالى بص على دولن بقى. تعالى بص على ده اللي ركع لها ده. بص اهو. ركع لها اهو وبعدين خليك زي ما انت وكمان بيقدم لها قلبه على ايده بيقدم لها قلبه على ايده يا تركات الحبيبه فهو زي ما انت شايف كده قدامك. وكمان ايه يا عم حسن؟ تعالى بقى الحبيبه نعمل لهم شجره كبيره. بص الشجره الكبيره ايه؟ حاضر واحدة واحدة كده. تعالى بقى للحبيبة حط لهم كمان الشجرة كلها ايه؟ كلها قلوب. يا أستاذة دينا صباح الفل. عامل ايه؟ انا دينا وعايزة اعرف طريقة اللانشون. اللانشون يعني الحلقة ان شاء الله، لانشون فراخ، لانشون لحمة، لانشون خضار، كل حاجات المدارس هنبدأ فيها الأسبوع الجاي ده من عندي قبل العندي يا حبيبتي منتظرينا في برنامج أكلات وتكاتشف على قناة الحياة من واحدة لاتنين، كل اللي يلزم باك تو سكول هنجهز معاكم فيه من عندي قبل العندي يا حبيبتي. تحت أمرك، تعالى بص الإيه؟ القلب ده عجينة سكر ومقطعينه بالقطاعات برضه. كل تفاصيلك يا جمالك. وبعد كده يا عم حسن أعمل بقى حتة للسنتر. السنتر بتاعي عبارة عن إيه؟ القطاعه دي الغيوم اللي في الجنينه الاوبن اير عشان اركب حواليها الايه العريس الكبير وادلع الدنيا. يا جمالك بص على الغيوم كده وتعالى نسنتر العروستين والعريس والعروسه بتوعنا. بص العريس والعروسه انا بشيلهم نشفوا ازاي؟ خدوا رطوبه، بص اهو قدامك خدوا رطوبه وسطنها وارفع الغيوم شويه وارفع الغيوم شويه واستنها ما تقلقيش ما تقلقيش ثبتيها وتكوني ملمعه عجينه السكر بايه يا حسن؟ بميه. خدي بالك خفيفه اهو. بص الجمال، بص كده معايا العريس والعروسه بتوعنا والغيوم فوقهم وتعالى ندلع بقى حواليه القلب. القلب الاحمر ودلع والقلب الاسمر يا تفاصيلك. وكمان ايه يا حسن؟ شويه بقى ايه فراش بيطير حواليه. يا استاذه روان صباح الفل. صباح الخير. نهارك قشطه يا روان. روان
انا بحب حضرتك جدا. وانا بموت فيكي، وانا بموت فيكي يا روان يا غاليه، وان شاء الله تكوني مستفيده من برنامجنا يا حبيبتي. كنت عايزه اعرف طريقه عمل كوردون بلو. احلى كوردون بلو لروان يا نانسي، من عندي قبل العند يا حبيبتي. وانا شغال عقبال ما اعمل لك طرق كيكه خطوبتك يا روان. ان شاء الله يا حبيبتي. يا جماله شويه دلع كده، وكمان شويه ايه دلع قلوب حواليها، قلب صغير كده اهو. بص ده الحبيبي بيقدم قلبه على ايده. يا تفاصيلك، تعالى بقى اوريك الورده دي تتعمل ازاي. بص يا سور، الورده دي عجينه سكر، تجيب عجينه سكر روز، تمام؟ هنعملها ازاي يا حسن؟ اهو دي عجينه السكر، فردناها بالسمك ده، وتروحي جايه لفاها رولز كده من النص، تمام؟ وتروح جايب دي يا عمي، تعال اهو، وتروح جايب دي كده في النص ودي حواليه، وتروح قافلها كده، بص اهو، وتروح جايب الورقه الثانيه اللي انت منعمها بالاسباتيول تاني هنا اهو، اهو واحده واحده، تعمل اربع ورقات، خمس ورقات، ست ورقات، زي ما انت عايز، خطواتك كده كلها قدامك اهو، واقفل عليها وظبط بايديك كده الحروف عشان تعمل ورده زي ما انت شايف، تعملها بيضه، تعملها روز، اقفل دي وهعجل لك زي ما انت عايز. بين كل ورقه ورقه تقفل وتوقف بايديك كده واقفل تحت ومسكهم ببعض عشان قدامك اهو تفاصيلك يا حركاتك. يا جماله، وتسيبها تاخد الرطوبه زي دي. جبنا عجينه السكر وعملناها العلبه بتاعه الخطوبه. بص كده يا سور، علبه الخطوبه ادي العريس والعروسه وشهم ليك اهو. احط العلبه اللي فيها الدبلتين في النص. بص كده يا سور وسنترهم، وادي الغطا بتاع العلبه بتاعه العروسه، وادي الوردتين ولوجو عشان تتمضي سينيه من مودرن كيك للشيف حسن. تعالى كده اهو، حط الوردتين عشان تقفل، وبص زي ما انت عايز. وانت بتقفل كده قدامك، شوف تركاتك، شوف حركاتك، شوف فرحتك وفرحه بنتك وفرحه يا مدام مين يا فندم؟ يا مدام ميري. ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا هانم. ازيك انت، يعني غالي علينا جدا. دايما يا هانم من وحشانا. انا كل يوم اطلبك، ما الخط مشغول خالص. احنا اسفين يا هانم، اسفين اسفين اسفين. وانا وجوزي بنحب نتفرج عليك، وانت مدرسه فعلا. شرف لينا يا هانم، شرف لينا والله، شرف لينا وتاج فوق دماغنا من فوق. انت مش شيف وبس، انت اديب وانسان اجتماعي وانت خال وعم. أنا منكم كل حاجة، أنت ضيف عزيز علينا في بيوتنا. أنا منكم، أنا منكم، أنا من البيوت المصرية كلها، من كل البيوت أنا المصرية. كلمتك قبل كده مرتين ثلاثة. ده شرف ليا يا هانم، ده شرف ليا والله، تكفي يعني دماغي من فوق والله. احنا بنستناك، وأنت مدرسة كبيرة. ربنا يكرمك يا هانم، ربنا يكرمك، ربنا يديك الصحة أمين والعافية. أمين 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 أمين. أنت فنان. صباح الفل، وأنا بعتذر على الأخ اللي دخل وقال العيال بيبصوا وبتاع، أنا بعتذر له من قلبي، بعتذر له والله، فاهم إزاي؟ بكرة إن شاء الله ربنا يكرم عيالك ويعملوا كل حاجة حلوة. بص خطوبتك يا عم ياسر وحلاوتك وجنينتك من تحت وتفاصيلك. بص حركاتك، بص تفاصيلك، انزل من تحت كده ودلع 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 قدامك اهو. جنينتك فيها كل حبيبتك، وفيها كمان القلوب، وفيها الفراش، زود فراش، ازود لك فراش زي ما انت عايز، خطواتك قدامك كلها. اهم حاجه الاسكليبر قدام يا جمال الحبيبه كلهم، جمال الحبيبه كلهم، اجيبهم لك عشان اديهم فراش، عشان هو يومهم، يومهم مش يوم حد تاني، يومهم مش يوم حد تاني، يوم بنتك، يوم ابنك، زي ما انت شايفه. العلبه دي، العلبه دي عجينه سكر، والدبلتين عجينه سكر، والورده عجينه سكر، والديكور اللي في الجنينه عجينه سكر، هاتي الشبلونات وقطعيها، والنجيله اللي تحت دي عجينه سكر، والدبل، كل حاجة عجينة سكر قدامك عشان تقطعي الكيكة وانت فخورة قدام ضيوفك، قدام أهل بيت جوزك، أهل خطيب بنتك، أو أهل خطاب بابنك، زي ما أنت شايف كده قدامك. دلع، حط قلوبك في كل حتة ودلع وروق عشان نفرش لك بقى البوفيه
بتاع خطوبتك. احنا عملنا السندوتشات بانواعها، عملنا الكنابيه، عملنا الميني بيتزا، عملنا السليزون، عملنا لك افكار كتيره. هنفرش لك وتحطي الكيكه وتفتخري قدام اهل اللي انت مناسباهم ان انت اللي عامله الحاجات دي كلها، وما تشغليش دماغك وما تروحيش تجيبي من هنا ولا من هنا، اعملي في بيتك واسعدي عيالك زي ما انت شايفه كده قدامك. والقطاعات دي كلها موجوده في المحلات بتاع بيع خامات الحلواني، عندك كل حاجه موجوده متوفره، مفيش حاجه مش متوفره. ساكنه في اي احياء القاهره والمحافظات فيها يا حسن؟ اه المحافظات فيها، كل المحافظات فيها كل حاجه. قبلي فيه احسن من القاهره، كل حاجه في قبلي متوفره، في المحافظات بتاع قبلي كل حاجه متوفره وبحري. يا تفاصيلك، بص التفاصيل وانت بتحط الكلام ده كله مع بعض، خطواتك كده كلها قدامك واحده واحده. حط قلب حبنا، وشفت الواد اللي واكلات وتكات الشيف حسن قدامك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها يا جمالك. يا جمالك شجره حبنا، بدانا معاكم من اول امبارح، عملنا لك مهرجان خطوبتك او احتفالك عندنا، عملنا لك ميني بيتزا، وعملنا لك عجينه طلعها من البيتزا والميني ساندوتش، وعملنا لك ميني كرواسان، وعملنا لك ميني كنابيه بعجينه التوست، وبعد كده تاني يوم عملنا عجينه الفيتاش وطلعنا منها سيليزون، والنهارده عملنا كيكه اسفنجيه بطعم الفانيليا وبطعم الشوكولاته في الفرن قدامك اهي، وبعد كده حشيناها بعد ما بردت وقطعناها قدامك. تعالى شوف الكيكه الاسفنجيه يا تفاصيلك طالعه قدامك، ولا احلى محل في الدنيا قدامك. وبص الكيكه الاسفنجيه بعد ما تبرد قطعيها بالقطاعه واعملي الكيكه بالمقاس اللي انت عايزاه. بعد ما تبرد قطعيها كده. تعالى بص كده عم عصام، كده كيكه الخطوبه جاهزه والبوفيه جاهز، لكن التركات والحركات لا نسى. انتظروني.